زملاء أشرف في الدراسة بعدما كانوا يأتون إليه حاملين مقرراتهم من أجل مراجعة الدروس، جاءوا اليوم ليقدموا عزاءهم في زميل لهم رفقهم في حجرة الدرس وودعهم مرغما دون سابق إنذار. وقع الصدمة كان قويا بين ألم مفاجئ وذكرى أشرف الابن والأخ، ذكرى لم يبقى منها إلا دمعة حزينة وحسرة كبيرة عما وقع. صلاح نكونوا واعيين، ما نديروش حاجة، نديروش حاجة زوينة، ماشي حاجة خايبة بحالك. غابت الكلمات وعوضتها تقاسم الوجوه المكلومة وحوارات تحكي تفاصيل الليلة الفاجعة. وانا داو كنهضروا بحالك هو نقز واحد قال لي راه ثلاثة اللي ماتوا في التيران. تاش قلت يا خويا؟ قال لي ثلاثة ماتوا في التيران. وانا قلت لي شكون اللي لعبها بعدا؟ قال لي الرجا. غير قال لي الرجا، قلت له ولدي الله يستر بحالك. كنت عم الدراري الصغار كاملين الله يهديهم ما يبقوش يمشوا للتيرانات، حيت ما بقوش الناس غير كيمشوا كيتفرجوا فيها، هادشي ولا كيف شي حاجة. مبقاش بدا المغربي كيمشي كيتفرج ويتمتع بهذا بالفريق اللي كيبغي ويشجعو داكشي. دابا بنان ولا كيمسكين كيمشي كيتفرج شي قلبوها مضاربه، وشحال من واحد ماشي غير خويا، بزاف ديال الدراري ماتوا. لم يبقى من اشرف الا الذكرى، من اصدقائه من لم يستطع الكلام واستسلم لبكاء شديد عما صار. لا احد كان يتوقع ان يخطف اشرف من بينهم، صاحب 16 سنة، أحلام ومشاريع كان يتقاسمها معهم كلها تأجلت أو بالأحرى ألغيت. ملعب الدار البيضاء، مسرح الفاجعة. أغلقت الأبواب ووضعت شارات المنع حتى إشعار آخر، فرصة لمناقشة أمر ما وقع. كنا كنمشيو للتيران، ما كانش هادشي ديال لي زيلترا، وهادشي حنا كنا تندخلوا الجمهور، تندخلوا اول حاجه تدخل تتسلم على الجمهور كامل في المكان، معروفين ولاد درب سلطان ولاد درب غلف ولاد سباته ولاد فهمتي، معروفين. كتدخل كتسلم على اي واحد كتعرف كل شيء. دابا انا مشيتي خاصك باش يعرفك شي واحد خاصك تكون لابس برودوي، حنا فين تنعرفوا شي برودوي؟ وهذا الملعب هذا فيه جوج بيبان اللي محلولين وكاين 20,000 تذكيره ودخل 40,000 واحد، ما تدخلش للدماغ. مين دخل هذا الشيء؟ مين دخل؟ ولكن هادوك الناس اللي تيتمشوا بالفلوس، فهمتيني؟ اللعابه مصرينهم، المكتب متصرو. نقول لك الصراحه، قال لي انا راه تابع الرجاء من الصغرين، راه ولد 8 سنين تابع الرجاء، ولكن ما عمر ما طاحت في هذه الواقعه. ولكن على اللي تنقول انا وهي الاداره خصها، فهمتيني، خصها تحارب هذا الشيء هذا. حب الفريق احسن من حب الاداره وحب داكشي كامل، داكشي غير سيكوندير. حنا كنجيو 60,000 واحد قبل كتفرج، طبقه صغيره حمت عندنا التيران العام كامل. حنا دابا العام كامل ما بقاش نتفرجوا غير الفرقه ديالنا، تحرمنا من الراجل ديالنا كاع، تحرمنا من كريم العام. تحول أشرف إلى صور وذكريات، لكنه أيضا خلق نقاشا كبيرا في أوساط الرياضة. عله لا تذهب دماء أشرف وعز الدين هباء ويتوقف كل هذا العبث حتى لنسمع عن ضحايا جدد. أشرف وعز الدين كان آخر ضحايا السبت الأسود بهذا الملعب. مركب محمد الخامس بالدار البيضاء كان حتى ماض قريب يشهد على فرجة كبيرة بالمدرجات، للأسف تحولت المدرجات لفضاء تراق فيه الدماء وسط اتهامات متبادلة. من المسؤول عن هذه الوضعية؟ خالد أزدون، محمد العروي، قناة الأولى، الدار البيضاء.